يا رب يا رب كيف كبر شينا وحنا صغار خارج فاطمه يا رب بيت رحمك يا رب ناوي نخرج من الحبس ونلقاك حيه ولك الله سبحانه وتعالى اللي قدر لك جانا غادي دابا في الطريق ما عرفتش راسي واش نوصل ولا ما نوصلش خارج يا رب بيت رحمك الله على جميع المسلمين يا رب اللهم امين اخويا يا رب تسمح لنا وتغفر لنا يا رب تغفر لنا يا رب يا رب تسمح لنا يا رب يا رب تشعل لك السجل اللي دوزنا تحيدنا من جات لي شفاء شحال فقير يا الله خير جات من سنين مسكين ديال الحبس راه الله يا ربي تسمح لنا ويا ربي طلع سلعك جميع السجناء يعني هاد الناس هادو مدفونين تحت التراب والاخرين مساكين مدفونين لا اله الا الله محمد رسول الله الله يرحم المرحوم اللهم امين 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 ندير لي فيها شحال المهمه امي ناجيه وبا حسن باقيين في الحياة الله يطول لهم في العمر اللهم رب الناس اللهم اللهم امين اللهم امين اللهم امين الله يخليهم لكم الكيزة اللهم امين اللهم امين في الدار الا بالبركة اللهم امين نتبعكم برضا الوالدين اللهم امين السيارة بغينا تكون شافعة اليوم العيد مولد النبوي يا رب العالمين ذكرى ديال الرسول اعظم ذكرى اللهم امين الله يجعلها في الصحيفة ديال الاموات اللهم امين رحم الاموات وشفاء الاحياء اللهم امين الوليدات الله يدركهم بالعلم العالي اللهم امين يا رب يفتح البصيرة ديالهم وتنور سيرتهم اللهم امين غرض الويت يا ولد الاخت والعائلة اللهم امين يا ربي يا ربي يا ربي اسمع مني يا سيدي يا ربي هذه كلمه في هذا النهار كبير عندك يا سيدي يا ربي يا ربي تفرج على كاع جميع السجناء تفرج عليهم هاد الناس مدفونين تحت التراب هذوك الناس مدفونين حيين يا ربي اطلع سلاح امك محمد يا اللهم امين يا ربي شهدينا وتعفو علينا وتغفر لنا يا ربي تسمح لنا يا ربي تسمح لنا يا ربي تسمح لنا وتغفر لنا يا ربي تسمح لنا يا رب العالمين اللهم امين شحال باش نصلي ونعبدوك حنا سيدي ربي يا ربي تغفر لنا يا ربي اللهم امين اللهم امين اللهم امين اللهم امين الله يحفظك يا رب.